قررت مديرية مرور كركوك منع التدخين داخل المركبات كما منعت الترويج لمنتجات التبغ وماركات السجائر على جوانب السيارات، حيث يعاقب المخالف بغرامات مالية قدرها 30,000 دينار. يمنع تدخين السائق أو الصاعدين بالسيارة بأي سيارة تدخين داخل السيارات، ممنوع، أو إجراء عملية دعايات للسيارات على الأبواب على جامع مع السيارات، يغرم 30,000 حسب المادة 27 من قانون مرور العام. البعض من سائقي السيارات أعرب عن أسفه للقرار معتبرا إياه تدخلا في الحرية الشخصية، فيما قال آخرون أنهم يجدون صعوبة بالغة في التقيد بهذا، حيث يمكثون داخل عرباتهم لساعات طوال. هذا قرار مو إيجابي، هذا حرية شخصية، اللي يدخن داخل سيارة بداخل بيته بداخل بالسوق. والله بالنسبة لنا يشوفوا هذا القرار يعني جدا صعب، يعني أنه أنا مثلا باليوم 3 ساعات مثلا 4 ساعات أقضيها بالسيارة يعني بدون تدخين، هذا شيء كلش صعب علينا. مواطنون قالوا أن القرار إيجابي ويصب لصالح المصلحة العامة، حيث كان التدخين سببا في احتراق الكثير من السيارات إضافة إلى آثاره الصحية السلبية. كما أكد صحة كركوك أن الجالسين بالقرب من المدخنين يتضررون كثيرا من الدخان المنبعث، ويصاب الكثير منهم بأمراض مستعصية. يعني أنا كمثلا أنا ما مدخن، أصعد سيارة أشوفها مدخن، لو شفنا هواية بالفترة الأخيرة حالات احتراق السيارات بسبب جقارة. نتمنى أنه يطبق القرار على كل الفئات في المجتمع، ليس فقط على المواطن الفقير. هناك سيارات مضللة تعود لجهات معينة أو لمسؤولين معينين. السائق هو ما يدخن، بس الركاب قاعد يدخنون، نشوف أنه دائما عنده التهابات في مجاري التنفسية. ليش؟ لأنه شغله باعتبار أكو ركاب داخل السيارة قاعد يدخنون، يدخن وياهم. لذا احنا سحنا في الصحة نشيد بقرار مديرية مرور كركوك. قرار يرى البعض صعوبة تطبيقه، فيما يرى آخرون أنه الخطوة الصحيحة في الحفاظ على الصحة العامة. سوران الداودي، الحرة، كركوك.